يعني أنا كانت هوايتي إنه يعني مثل ما تقول أدخل مجموعة طبية، ولكن الظروف حتمت علي إنه أترك مقعد الدراسي، وبعد ذلك اتطوعت في سلك الشرطة سنة 2007. بعد ذلك فترة حصلت فرصة مناسبة إنه أرجع أعاود إلى مقعد دراسي، الدراسة المسائية الصف الثالث، والحمد لله توفقت إنه طلعت معدل عالي صف الثالث المتوسط. صار عندي طموح، نمو طموح أكثر وأكثر إنه أكمل الفرع العلمي. بعد ذلك أكملت الفرع العلمي في إعدادية الحلة المسائية، وحصلت على معدل 95% الفرع العلمي، وأهلني إلى دخول كلية طب الأسنان.